إن شاء الله النهاردة نقرأ برواية قالون، وزي ما قلت لكم كده بالأمس إن رواية قالون من أشهر ما فيها أن فيها ضم ميم الجمع، وهذا بخلف، يعني له ضم ميم الجمع وله إسكان ميم الجمع مثل حفص تماما. يعني النهاردة برضو هنقرأ بضم الجمع عشان خاطر نعرف هذا الاختلاف جيدا. سنقرأ إن شاء الله من صدر سورة الأحزاب، هنقرأ حوالي نقرأ 8 آيات إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله نستمتع باتصالاتكم. التلاوة برواية قالون عن نافع، واحنا بنأكد على ان التلاوة برواية قالون عشان لو في بعض الاختلافات ما حدش يقول ان في خطأ في التلاوة، لكن هذه تلاوة مسندة الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم.